السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ما بقيت وبقي الليل والنهار. أهلا بكم مشاهدينا الأحبة في هذه التغطية المباشرة من حديقة الأمة والمخيم الحسيني الثقافي. هذا آخر يوم للمخيم، هدف المخيم هو إيضاح القضية الحسينية بشكل مباشر للمتلقي بطريقة حديثة معاصرة لما يمر به العالم حاليا، من مسرح، من شعر، من إلقاء محاضرات بطريقة جديدة، من صور، من فقرات متنوعة. راح نبدو ياكم مع إحدى المشاركين. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم. عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام وأيضا سيدي ومولاي السجاد سلام الله عليه. عظم الله لنا ولكم الأجر وهذا المصاب الجلل، ونعزي العالم الإسلامي ومراجعنا الكرام بهذا المصاب. أحسنتي. اليوم احنا هدفنا في هذا المخيم، أكيد هذا مخيم حسيني ثقافي، وضحي لي هذه الجملتين. المخيم بعدة مشاركات تأكد على الثقافة والتوعية الثقافية، بالإضافة لأنه هو مخيم حسيني به العديد من الأمور والأشياء اللي تخص النهج الحسيني في والتأكيد على الوعي الحسيني من خلال عدة مشاركات، من عندها مؤسسة ميراث الشهداء اللي هي توثق وتحيي إرث الشهداء وبقية المخيمات أيضا الموجودة، اللي من خلالها احنا نهدف الى نشر الوعي والثقافه الحسينيه المهدويه. هذه اول عام يكون في هذا المكان وبهذا الطريقه. نعم. هذا التغيير شوفي ايجابي. كل التأكيد هذا تغيير إيجابي جدا، خصوصا بهذا المكان اللي من عنده للأسف كانت أكو أمور غير صحيحة، والحمد لله والشكر إحنا حاليا من خلال هذا المكان نبث رسالة للعالم أجمع ولكل الدول إنه هي تعرف إنه الوعي والثقافة والنهج الحسيني موجود بكل مكان ومستمر بإذن الله تعالى. طبعا إحنا في كل عام المرأة الزينبية الحسينية أكيد إنه تجدد العهد والوفاء مع أهل البيت سلام الله عليهم، وأكيد تجدد بطريقة أكيد تفيد لأقرانها وأطفالها وأولادها. هذا العام أنت شخصيا شلون مرت عليك هذه الفاجعة وشنو تجدد عدك؟ أمانة إحنا في كل عام نجدد العهد والولاء لصاحب العصر والزمان مولانا ونعزيه بهذا المصاب الجلل. الآن بالنسبة لنا إحنا كمؤسسات بلشنا من أول بداية محرم، مع العلم إنه إحنا في محرم اللي فات من الأيام الأولى، طبعا بعد ما انتهى محرم إحنا بلشنا بالتحضيرات لمحرم اللي حاليا إحنا بيه. خلال هذه الفترة وخلال فترة الإعداد كلها إحنا نعد حتى هذا العمل يبقى مو فقط بمحرم، يستمر أكيد يستمر خدمة لأهل البيت وخدمة لأنفسنا حتى نبقى بهذا الولاء. بوركتم. شكرا لكم وشكرا لتغطيتكم الرائعة. أكيد مستمرين معكم أحبتي المشاهدين. السلام عليكم أستاذ. عظم الله لكم الأجر، مأجورين إن شاء الله. عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بهاي فكره المخيم هو احياء تراث اهل البيت، واحنا في ايام محرم الحرام وعاشوراء في ذكرى شهاده ابو الاحرار الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. احنا طبعا فكره المخيم هو مثل ما قلت لكم احياء اهل البيت، فكره اهل البيت والحسين ومحاربه الافكار الدخيله والمتطرفه على مجتمعنا الاسلامي. وطبعا احنا في كيفية محاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا اليوم؟ احنا جيل محارب، خاصة الشباب، نساء وشباب. طبعا هو الغرب بصورة عامة هو غايته محاربته اما بالسلاح او الحرب الناعمة. حرب، وهاي الحرب الناعمة هي اشد خطورة على مجتمعنا من خلال بث الأفكار المسمومة على مجتمعنا ولتغيير أفكار شبابنا، خاصة الشباب يحاولون يستغلون ويغيرون أفكارهم حول المجتمع لغايات هم أعلم بها، لغايتهم للابتعاد عن المجتمع الشرقي والإسلامي. طبعا احنا في مؤسسة ميراث، مؤسسة ميراث غايتها هو إحياء
تراث المقاومة اللي قارعت المحتل، وإحياء تراث الشهداء اللي هم أصلا هم أصل التحرير، هم المحررين، وهم اللي 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 لهم كل الفضل على المجتمع وعلى اليوم. إذا مؤسسة ميراث، شكرا لك أستاذ. أثبتت محاربتها لأفكار الدخيلة بصور الشهداء. اليوم من أطفال يسألون على شخصية معينة والقلة يسأل، الأغلب هم يعرفون هذه الشخصيات مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أكيد هذه الشخصيات ما تنسي وإلها تاريخها وأطفالنا يعرفوها، وإلهم أكيد هذا الشيء يربطوه بحياتهم ويستفادون منه إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، حياكم الله. مأجورين إن شاء الله. مهن أجركم الله، ربي يحفظكم إن شاء الله. مهنا لامي والد الشهيد أحمد المهنا إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، ويرحم الشهيد اللي حقن الدماء أحمد مهنا اليوم اللي استشهد به. أنا كنت موجودة بالقناة قريبة على هذا المكان، فجعنا أكيد باستشهاد أحمد المهنا، هذا الفتى اللي أنطى روحه ليحقن دماء كل اللي وصلنا في وضعية خطرة بوقتها. لكن على قول السيد المرجع الأعلى علي السيستاني أنه أحمد المهنا حقن الدماء، يعني هنيئا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. عظم الله أجوركم وأجور المسلمين وأجور العراقيين إن شاء الله بمصابة عبد الله الحسين. حقا أنا هاي المرة الثانية أزور هذا المهرجان هنا، يعني تفاجأنا بالتنظيم بالترتيب بنوعية العمل، لأن احنا اليوم نحتاج النوعية بقدر ما نحتاج الكمية العدد مثلا. ولكن انا لاحظت هنا اكفد نوعيه بالعمل واهتمام بالذات بالشهداء، وبالذات مؤسسه ميراث ما شاء الله. انا سابقا ما عندي ذيك المعلومات القويه عنها، اعرف عنها بس دليل على نجاح الكادر الاداري للمؤسسه على هذا التنظيم على هذا العمل. اليوم احنا محتاجين الى هذه المعارض، محتاجين الى هذه الفعاليات، لأنه حتى تثبت استمرارنا للأجيال القادمة في سبيل ثباتهم على نهج الشهداء وهو نهج محمد وآل محمد طبعا. أحسنت، بارك الله بك. أكيد وجودك اليوم مؤازرة، وأنه أنت تواكب وأكيد تكمل طريق الشهيد. اليوم شبابنا أخذوا من أحمد المهنا قدوة لهم يقتدون به ودائما يذكرون. أولا أوصي الشباب كافة مستوياتهم، كافة قطاعاتهم، جامعاتهم أو موظفين، ولا هو الوصية وصية الشهيد مو بس الشباب، للكل طبعا العامة، بس احنا لكون الشهيد أحمد مهنا شاب يعني أذكر لهم في حادثة واحدة إذا بها يفتح المجال، أنه يوم من الأيام كان يلعب كرة قدم، وتعرفون كرة القدم تصير محاككة بين اللاعبين أو هكذا موضوع، فصار كلام بيناتهم مخاشنة وانتهت اللعبة وراح كل واحد لبيته. تعرفون احنا ساكنين مجمع كرفانات، يعني تقريبا عائلة واحدة إلا ما حرم الله، يعني واحد قريب عن ثاني. فالولد بعدين تحدث لي يقول بالساعة 12 بالليل اجى انطرق الباب علي، طلعت يقول لقيت أحمد بالباب والدمعة بعينه. فقلت له فتصور يعني الولد هو عندنا في حالة معينة، احنا دائما اذا صير حالات معينه واحد يدق الباب على الثاني، وهذا طبعا شمه العراقيين كلهم. فقال لي قلت له ها خير؟ قال لي لا ماكو شيء. يعني باعوا دقه الملاحظه، مثل ما يقول احنا لازم نعيش حياه الشهداء واحنا بالدنيا. احنا مجتمعنا متعارف عليه مجتمع عشائري، ومن واحد يغلط بحقك انت تنتظر هو يجيك. يعني ما صايره عندنا تقريبا انه اللي معتدي على الطرف الثاني او العفو المعتدى عليه يجي يعتذر. فقال له انا جيت اعتذر منك لان انت زعلان علي، وباع الملاحظه الاخرى اخاف ابات وانت زعلان علي والامام المهدي عجل الله فرجه يبات زعلان علي. شوف ايش قد دقه يعني بالملاحظات مالك. اتمنى شبابنا على هذه الملاحظه ياخذونها بعين الاعتبار، وغيرها وغيرها واي مواضيع بحياه الشهداء. كل شهيد هو قصة كاملة لازم ينكتب عليه. هذه الملاحظة، وأتمنى لهم يكون كلمة وحدة الكلمة
واسال الله التوفيق لكم وهاي المؤسسه ان شاء الله من نجاح الى نجاح اقوى، ويا ريت تكون هم تسليط اعلامي اكثر. حياة الشهداء محتاجين احنا اليوم، هواية كتب صدرت على حياة هواية شهداء، لكن مثل احمد صدر كتاب عن حياته اسمك؟ صدرت بحدود 4 كتب، نعم 4 كتب صدرت، بس اليوم تعرفين مجتمعنا، المجتمعنا مو كله يقرا، وين اكو بوادر اقرا او فشي من هالموجودة هاي، ولكن اليوم الكتاب ما يوفي بالقدر الكافي، ولذلك احنا دائما حضورنا ان شاء الله، وهاي من نرجع ونقول فضل دماء الشهداء، دائما حضورنا متواجدين بهاي المهرجانات في سبيل اللي يسأل سؤال، نطلب الدعم معنوي لشبابنا حتى يكونون هم ايضا ياخذون خطى الشهداء. شكرا جزيلا ابو احمد المهنم، والله تشرفنا بوجودك، الله يحفظك، وجودك اكيد هو يؤازر الموجودين يحثهم على الاستمرار، اكيد مستمرين وياكم. تفضلوا بعد منو يتكلم بهذه مؤسسة الميراث معنية بالشهداء وأيضا إصدار عن حياتهم مختلف الكتيبات وفعد كتب أيضا نشرت حول حياة الشهداء. السلام عليكم. عليكم السلام. مأجورين إن شاء الله. الله يعظم أجركم إن شاء الله. نعزي الإمام الحجة ابن الحسن ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي بالذكرى استشهاد أبا عبد الله الحسين. الحقيقة الغرض من هذا المخيم الحسيني هو جمع الشباب لتوعية على ثورة الإمام الحسين وعلى أهداف ثورة الإمام الحسين، والغرض منها يعني توعية الشباب على خط المقاومة الشريفة ومقارعة داعش، وهذا يعني عندنا مؤسسة ميراث تابعة لعصائب أهل الحق، ان شاء الله يعني عندنا مجسمات هنا للذكرى القاده الشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وقاده الخط الاول من عصائب اهل الحق الشهيد ابو كوثر والشهيد احمد شاسب والشهيد الحاج مهدي الكناري رحمه الله عليه. الغرض من هاي المجسمات وهذا اللي كل اللي جاي يشوفونه هي يعني نشر فكرهم الى الشارع، لان الناس كانت يعني مثل ما يقول ما وصلتها الفكره بصوره صحيحه عن اللي جاي يصير، عن المقاومه، عن احداث داعش، لانه الاعلام المضلل وسيطره مواقع التواصل الاجتماعي على اغلب الشباب هي اللي منعت وصول هذا الفكر، فاحنا ان شاء الله باي المخيم الحسين وبركه ابو عبد الله الحسين نوصل الفكره للشباب ونجمع اكثر. ان شاء الله، وهذه الفكره ان شاء الله توصل على طول السنه مو فقط في محرم، شكرا لجهودكم هذه المبذوله. الله يحفظكم، ممنونين، الله يحفظكم. الله يحفظكم، اكيد مستمرين وياكم احبتي المشاهدين، هذا هو مؤسسه ميراث بها مجموعه من الصور، مجموعه من اللحظات المعينه يوثقوها بجمل معينه. السلام عليكم، تفضل استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن المالكي، مخيم ميراث. اهلا وسهلا بكم، وعظم الله لكم الاجر باستشهاد سيد ومولاي الامام حسين عليه. عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد ابي الاحرار عليه السلام، ونرسل رساله للعالم اننا اليوم موجودون في كل مكان، فالمكان الذي لا يملأ الاخيار يملأ الاشرار. اليوم شبابنا محارب وايضا مقيد، وايضا الشباب اليوم تجيهم يعني مختلف الطرق، الوعي قليل للاسف، شلون نقدر احنا نوعي شبابنا ونخليهم دائما بالخط المستقيم والصحيح ان شاء الله؟ للاسف دأبت القوات، دأبت المجاميع ودول الاستكبار على تحريف الشباب، وخصوصا مؤخرا ما نشهده اليوم من ثقافه الجندر ودخولها الان الى مجتمعنا اللي هي تعتبر ثقافه مغايره عن ثقافتنا. المخيم الثقافي الحسيني أمامكم يحارب هذه الثقافة، عملنا بكل الوسائل الممكنة، مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وجودنا هنا، أن نبين هذه الثقافة المعادية للإسلام، معادية لثقافتنا، معادية لأعرافنا، لمجتمعنا العراقي الأصيل. لذلك احنا مستمرين بالتصدي لكل خطر، سواء كان خطر ثقافي، خطر سياسي، خطر اجتماعي، خطر إلامس ديننا وكذا، فضلا عن الخطر العسكري اللي واجهناه بالسابق. إذا أنتم بالسوشيال ميديا توعون لخطر السوشيال ميديا وما فيها، مو صحيح؟ ام عندكم في طرق ثانيه؟ بالفعل، واحده من اساليب الحرب الهجينه انه نعمل بكل التوجهات الممكنه، بكل الامكانات الممكنه، سواء كانت على ارض الواقع مثل ما تشاهدون اليوم امامكم، او على مواقع التواصل الاجتماعي، او على اعلام الطرق، او على غيره. بالضبط، مثل اليوم موجود مسرح، موجود كتب، موجود صور، موجود نحت، موجود كل الوسائل الثقافيه الممكنه دون استثناء. هذه
هذه ممكن أيضا تساعد بوصول قضية الإمام الحسين عليه السلام، لأن هذه القضية مستمرة إن شاء الله مو فقط محرم. جزيل الشكر، شكرا حضرتك. الله يخليكم، إن شاء الله أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة، لكن بعد هذا الفاصل. حبيت مشاهدي رجعنا وياكم بعد الفاصل مكملين، احنا موجودين في حديقة الأمة في المقيم الحسيني الثقافي المعني بالقضية الحسينية بنشرها بمختلف الطرق. احدى الطرق الموجودة اللي جذبتني هو مقيم اقرأ الثقافي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعظم الله أجوركم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم، اليوم قضية الإمام الحسين سلام الله عليه هي قضية الجميع، ولازم بأي طريقة ممكنة صحيحة ننشر هذه القضية. اليوم أنت مسوي مخيم اقرأ الثقافي، احكي لي عنه شوي. حقيقة مخيم اقرأ الثقافي فكرة انبثقت لمواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع، حيث أننا نواجه تحديات فكرية وثقافية وأخلاقية ومعرفة وغيرها بدأت تضرب بلداننا. طبعا وهذا ما يلزمنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا تحصين أنفسنا وقلوبنا وعقولنا لمواجهة تلك التحديات. وفي هذا المخيم الحسيني الثقافي ومخيم اقرأ الثقافي، إن هنا في أيام الحسين وعرض قضية الحسين، إن قضية الحسين عليه السلام لو عرضت بالطريقة التي تناسبها لأمكن تأصيل قيم الحرية والعدالة والمساواة وكل القيم الإنسانية العليا لدى البشر جميعا لو عرضت. نعم، مخيم اقرأ الثقافي يحتوي على فقرات متعددة ومتنوعة، منها معرض كتاب تحت عنوان اقرأ من 10 إلى 15 دقيقة، وامتلك كتاب استشعارا منا لمسؤولية القراءة ومحاولة إعادة ثقة المجتمع إلى الكتاب وثقة المجتمع الكتاب إلى المجتمع. فقرة شفتها مختلفة في مهرجانات. نعم، شفتها هواية عليها يعني إقبال. نعم أكيدا أكيدا، فقرة اقرأ أذكر لك، نحن في حدائق القشلة في المتنبي لدينا مكان ثابت كل جمعة ونشاط متغير في مثل هكذا مناسبات وحتى المناسبات الدينية. لدينا سجل زائرين، في سجل زائرين وجدت تعليقا، نطلع على السجل فيما بعد. المهم وجدت تعليقا يقول: لقد زرت مخيم اقرأ الثقافي ولفتت نظري كثيرا فقرة اقرأ كتابا من 10 إلى 15 دقيقة في الوقت الذي هجر فيه الكتاب، فأخذت صورا كثيرة ولقطات كثيرة وسأبثها على حساب الخاص على مواقع السوشيال ميديا وسأتحدث عنها في بلاد الغرب مغتربة من ألمانيا. حقيقة مسألة مهمة جدا، مثل ما إن مسألة القراءة كما يقول أيضا سماحة المرجع اليعقوبي، ومن هنا جعل من يوم 27 رجب باعتبار أن أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ يوما للقراءة العالمي. ويقول أيضا إن مسألة القراءة هي ليست هواية كما يعبر البعض عند الحديث عن هواياتهم، تسأل أحدهم ما هي هوايتك يقول القراءة الفن الرياضة وغيره. إن مسألة القراءة هي ليست هواية كما يعبر البعض عند الحديث عن هواياتهم، وإنما هي مسؤولية وأدب إلهي. قال الله تبارك وتعالى مؤدبا نبيه الكريم: وقل ربي زدني علما، لم يقل زدني مالا أو جاها أو سلطانا أو نفوذا أو ما إلى ذلك، وإنما قال وقل ربي زدني علما. حينما يزداد الإنسان علما فإنه بطبيعة الحال يزداد معرفة وعقيدة وثباتا ورسوخا، وبهذا لا يمكن أن تهجم عليه اللوابس والفتن وتنطلي عليه الشبهات. ونحن نعيش في زمن هذه التحديات الفكرية والأخلاقية وغيره كالجندر وما يسمى بالنوع الاجتماعي والتحول الجنسي والمثليين والشذوذ وإلى آخر المخدرات. وهذا هذه المخيمات وهذه المناسبات هي جرعة قوية لتحصين حقيقة المجتمع ضد هكذا توجهات وهكذا تيارات وهذا كذا أفكار طارئة على مجتمعاتنا. أيضا لدينا هذا الحقل القرآني، هذا مهم جدا هنا. شنو الفكرة مالته؟ طبعا الحقل القرآني هذا الذي أمامك تحت شعار الإمام الحسين عليه السلام قرآن يتلى، لدينا مشروع الختمة القرآنية الكبرى بأقل من دقيقتين أو ثلاث. اقرأ صفحة من القرآن الكريم واهدها إلى الإمام الحسين. القرآن أخذنا منه الصفحات وطبعناها بطباعة عليا مطبوعة، كبسناها حتى تكون سهلة القراءة ولا تمس تضر بمس كتابة المصحف الشريف. تحت شعار الإمام الحسين عليه السلام قرآن يتلى تكون ختمة قرآنية بأقل من دقيقتين أو ثلاث بمثل هكذا، وطرحناها أمس يوم أمس على المنصة. هذه الصفحات موجودة. أيضا لدينا معرض للطفل وأمور أخرى. حياكم، شكرا لكم. فعلا هو الإمام الحسين عليه السلام هو القرآن الناطق. شكرا لكم، شكرا لك. مستمرين معانا الأخت. السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر. الله يبارك فيكم، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. اليوم
اليوم خلينا نحكي شوية بدور المرأة بالقضية الحسينية وإحيائها. اليوم ده أشوف نساء موجودة هواية في هذا المكان، إذن المرأة حابة تطلع أكثر، حابة تقف من نفسها في مسألة القضية الحسينية. شو رأيك؟ كانت ولا تزال المرأة عنصر مهم في القضايا الثورية وبالذات القضية الحسينية، فواضح دور السيدة زينب عليها السلام ونساء الطفوف وما قمنا به من دور فاعل سواء في الحرب أو بعد معركة الطف، من دور إعلامي ومن دور يعني بالمواساة وبتقديم الثورة الحسينية بشكلها الناصع الكبير. طيب انتوا اليوم في هذا المخيم شنو قدمتي انت كمرأة موجودة في هذا المكان؟ من يمكن بعد تعاون مع بعضكم نصحتوا بعض الناس بكتب معينة يقرؤوها؟ مخيمنا احسنتي، مخيمنا من 2018 في وسط العاصمة بغداد في شارع المتنبي في القشلة من 2018، وهو يؤدي دور رسالي ويواجه التحديات المرحلية. عندنا حقول كثيرة وعندنا مخيم نسوي نشجع به شباب الفتيات على القراءة على المطالعة، لأن الكتاب هو رافد مهم من روافد الثقافة الإنسانية، إضافة إلى ذلك جدار حر للآراء، لوحات وإلى آخره. وإحنا سمعنا وهذا اللي يفضل الجميع بهناية بهذا المخيم أن يستمر بهذا العمل طول أيام السنة، مثل ما المخيم موجود في مكان المستقر في المتنبي عند القشلة، مو صحيح؟ أي طبعا هو المفروض أنه لا تقتصر على يعني زمان ومكان معين، وأنما تكون هذه الفعاليات هي فعاليات مستمرة كما تفضلتي، في عدة أماكن تنتشر في عدة أماكن في العاصمة بغداد، وتغتنم المناسبات سواء كانت المناسبات ولادات أو شهادات للأئمة عليهم السلام، في نصح الناس، إرشاد الناس، تقديم القضايا قضايا أهل البيت عليهم السلام بشكل يعني بشكل فكري لا كما يسوقها الإعلام الغربي. شكرا جزيلا لكم، بركة جهودكم. أكيد مشاهدينا الأحباء احنا مستمرين وياكم، فكرة هذا المخيم عظيمة واستمر انه ان شاء الله هي مستمرة طول أيام السنة مو فقط في هذا المخيم. السلام عليكم شيخنا، عظم الله لكم، حسن الله عزاكم، حسن عزاكم، عظم الله أجوركم. نتكلم عن المخيم وقضية الحسينية مهمة جدا، إحياءها بهذا المخيم الثقافي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في هذه الأيام المباركات الحزينات أيام الحسين عليه السلام تتعدد الفعاليات لإظهار هذه المظلومية وهذا الانتصار، انتصار الدم على السيف. هذه القضية التي أصبحت قضية إنسانية عظيمة تهدر بصوت عال، كلا كلا للباطل، كلا كلا للظلم والاضطهاد، وتتعدد أوجه النشاطات. وما هذا المخيم الرائع الجميل إلا أحدى الآليات التي فيها نظر هذه القضية بصورة جميلة وبهية، فالمطلوب منا دائما تطوير آلياتنا من أجل إظهار صورة الإسلام وصورة التشيع وصورة القضية الحسينية التي هي قضية إنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل من فكر وكل من أقام وكل من حضر وكل من شارك في هذا المخيم الرائع الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع القبول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا شيخنا، شكرا، مباركة جهودكم أكيد ووجودكم أيضا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ مأجورة إن شاء الله، الله يجزاكم خير إن شاء الله. أكيد إحنا من بداية محرم إلى اليوم النساء تسعى لإحياء هذه المناسبة الأليمة، استشهاد سيد مولاي أبا عبد الله الحسين وأهل بيته الكرام. اليوم هذه القضية شلون مرت عليك هذا العام؟ والله هذه القضية، قضية الإمام الحسين، هي كل سنة سبحان الله وكأن الألم يتجدد، خاصة إذا كانت هناك ظروف يعني هنالك هجمات تكون على المجتمع العربي والإسلامي. لعله أن استذكرنا قضية الإمام الحسين أنه نستلهم الدروس والعبر لمواجهة مثل هكذا هجمات.
احسنتي. اليوم بوجود القران الكريم انتم ايضا مسوين فقره بقراءه القران، اقرا صفحه من القران الكريم واهديها الى الامام الحسين عليه السلام. البارحه كان هو اليوم الثاني للمهرجان الحسيني، قمنا بتوزيع صفحات من القران الكريم وايضا رفعها تاييدا للقران الكريم وتاييدا للقضيه الحسينيه. ما شفت الاقبال على هذه الفقره؟ الاقبال كان جدا رائع، وخاصه اليوم الكثافه في الحضور جدا رائعه وعظيمه. اتمنى انه يستمر اكثر المخيم برئيس. اي والله اتمنى، واتمنى ان شاء الله يتجدد، مو ليكون سنوي، لعله حتى يكون يعني كل هذا اول سنه. نعم هذا اول سنه، ولاحظنا انه لاقى نجاح يعني منقطع النظر بصراحه، خاصه انه في موجود في مكان عام ودعوه للجميع، وخاصة هذا المكان كما تعلمون صار وحدث فيه أشياء لابد من وجود البصمة الإسلامية، وأتصور اختيار هذا المكان كان اختيار صحيح جدا. إن شاء الله جهودكم مباركة ومقبولة. شكرا لكم، شكرا لكم. أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة من المخيم الحسيني الثقافي لنشر القضية الحسينية بطريقة واعية وجميلة وجديدة. هذه أول عام لوجود المخيم الحسيني الثقافي في حديقة الأمة. عظم الله لكم ولكم وأجل إن شاء الله. يعني هذه أول سنة وجود المخيم هنا في حديقة الأمة، شلون شفت الإقبال على الموضوع؟ والله الإقبال جيد جدا، وبصراحة هي المبادرة كانت من نوع المفاجأة، يعني خصوصا في هذا المكان، هذا المكان اللي هو يعد مركز بغداد حديقة الأمة. يعني بصراحة وشفافية أنه كانت مكان للأمور يعني اللي مشبوهة إلى حد ما، لكن بهذه المبادرة أنه أصبحت هذا المكان يحتضن مخيم حسيني ولهيئات وروابط ومخيمات ثقافية تجسد وتطرح القضية الحسينية بأشكال معاصرة. شفت الأشكال اللي طرحت بها اليوم بكل ممكن جناح خاص بكيفية معينة، رأيك بها وأكثر شيء عجبك؟ بصراحة يعني احنا أحد المدعوين لهذا المخيم، واحنا مخيم أقرأ الثقافي، اللي لاحظنا التنوع، مثلا المسرح يطرح القضية الحسينية بشكل من الأشكال، يعني بنوعية جديدة وبشكل جديد غير المتعارف عليه والمتوارث من مجلس حسيني. ما هي القضايا اللي طرحت على المسرح؟ قضية الإيمان والصمود على الموقف والمبدأ من خلال طرح شخصيات أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، ثبات على المبدأ وعدم التراجع رغم كل الـ 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 القوة اللي كانت تقابل أصحاب الحسين سلام الله، ثبتوا على المبدأ، وهذا هو الشيء اللي يحتاجه الآن المجتمع، أنه الثبوت والصمود في ظل مواجهة أعداء الإسلام وما يطرحونه من مؤامرات ومستمرة. شفت التفاعل الشباب ورد فعلهم على هكذا مسرحيات؟ بصراحة تفاعل جيد جدا. نعم، ونلاحظ انه انه يتفاوضون بشكل مستمر. نعم، اتمنى انه هذا المخيم يكون كل عام موجود هنا او في اماكن اخرى. بعد هي مثل ما قلت انه الفكره كانت مفاجئه، فممكن ان تطرح في اماكن ثانيه، ممكن تطور اكثر، ممكن ان تتعدد الاماكن والتطور في الاساليب ودعوه لاكثر من يمكن اللي ما اسعدهم الحظ انه يحضرون لهذا، يمكن ان مرات اخرى. شكرا لكم، موفقين. شكرا لكم، شكرا لوجودكم. اكيد مستمرين وياكم احبتي المشاهدين في هذه التغطيه الحيه المباشره في مخيم الحسين الثقافي. السلام عليكم، عظم الله عليكم. عظم الله عليك يا رجل. انت حاضر اليوم في المخيم، لو انت مشارك؟ احنا حاضرين يعني مشاركين. مشاركتكم؟ والله احنا هذا هيئة الركب الزينبي. هيئة الركب الزينبي هذه من بغداد في حي أور. والله مأجورين. أكيد هذه الهيئة عندها مجالس خلال يمكن إحدى العشرات في المحافظة. نعم نقيم مجالس. نعم. تكلمنا أكثر عن الإحياء تسوون. والله هم يعني كل مناسبة يعني حزينة وكل مناسبة بها تضحية وفداء، خصوصا يعني قادة الشهداء، يعني دائما نسوي لهم مثلا يعني ندوات او نسوي لهم يعني احتفاليات.
فهم نشطين بهذا المجال يعني. يعني انت من اهالي المنطقه؟ انا من اهالي المنطقه، يعني احنا شعب نفس الشيء، حيون او شعب. وتجمعتوا اليوم وجيتوا وساعدتوا وصرتوا هيا؟ اي اي جمعنا وساعدنا. الله يحفظكم مباركه. الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. هذه هياة الركب الزينبي، اكيد بها عده فقرات منوعه. في لاحظ مصوره ايضا موجوده. السلام عليكم. الله يدز علي الاستاذ عمار. شلونك؟ عظم اكيد عظم الله. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله. مؤسسه التوحيد؟ نعم، مؤسسه التوحيد الثقافيه. الله شويه عن مشاركتك. يعني هو الصوت واضح عادي؟ نعم نعم واضح، احنا طالعين لك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسه التوحيد الثقافيه احدى منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالشأن الثقافي من إقامة معارض وندوات ومؤتمرات ووقفات ثقافية دعما لتصحيح المفاهيم. فالثقافة سبيلنا نحن نحو مجتمع واع ونزيه. تلقينا دعوة طيبة من الأخوة في الموكب الحسيني، المخيم الحسيني، للمشاركة في هذا التجمع المبارك، فجئنا وعرضنا بعض المفاهيم التي نحاول أن نبين للمجتمع بأنها مفاهيم سلبية خاطئة، وهي مفاهيم ما يسمى بالجندر والشذوذ الآخر وغيرها من المفاهيم التي صارت ظاهرة في مؤخرا. يحاول الغرب وغيرهم من أعداء الإسلام والمذهب وأعداء الشباب المسلم الحسيني تسويقه إلى المجتمع. وستكون لنا كلمة اليوم إن شاء الله بهذا الخصوص، وبخصوص تحصين الشباب وكونهم هم كيفية التحصين. اليوم احنا الهدف من وجود هذا المخيم حسيني ثقافي مثل ما تفضلت، احنا محاربين بدخول هذه الثقافات. اليوم اذا نحتاج الضد بانه نفعل هذه الجهود مثل ما قلت تحصين الشباب. شلون نحصن شبابنا من هذه الافكار؟ عملية التحصين الفكري والمعنوي والثقافي تبدأ بنشر المفاهيم، نشر المفاهيم الصحيحة وبيان خطورة المفاهيم السلبية. والحل الأول والأخير هو بالعودة إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام الذين تحدثوا عن كل شيء، حتى ما يطرق في الوقت الحاضر لربما يعني بعد 1400 سنة من تاريخ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فقد ذكروه وشددوا على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنكر هو أي حالة ينكرها العقل البشري والطبيعة الإنسانية والفطرة الإلهية، فهذه من المنكرات. فعملية التحصين تبدأ بتوعية الشباب، إرجاعهم إلى سيرة النبي عليه الصلاة وآله، إرجاعهم إلى القرآن. الحل الأمثل والصحيح هو بالرجوع إلى القرآن وسيرة محمد وآل محمد. هذه توعية بصورة عامة لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء كان مدرس معلم. اليوم الكل هو مسؤول عن هذا الموضوع. إذا أنت إذا تحكي بصورة عامة في هذه إن شاء الله تلقي كلمة عن المنصة. نعم راح يكون كلمة عن المنصة بخصوص أهمية فئة الشباب وخطورة التعامل معهم، وإنهم هم باعتبار المحرك الأقوى لكل الأفكار إذا كانت سلبية أو إيجابية. أحسنتم، جهودكم مباركة إن شاء الله. شكرا جزيلا. أكيد مستمرين. تفضلي. السلام عليكم. شلون الصحة؟ أكيد بنتي. السلام عليكم، خلينا نعرفها. هاي بنتي. مرحبا. أهلا وسهلا. لا تتوتري. اليوم أنت جاية ويا بابا؟ نعم. نعم، سمعتي عن فكرة المخيم، شو رأيك فيها؟ فكرة حلوة، حضرتها البارحة واليوم من حضرتها. شو رأيك فيها بصورة عامة؟ أيد هاي الأفكار اللي هي تؤيد قضية الإمام الحسين بطريقة مرتبة وأفضل، وينقلون صورة واقعية وحلوة عن قضية الإمام الحسين. شنو أكثر شيء عجبتك هنا؟ التنوع بالمهرجان، من شعر، من كاتب على مود يقرأ كتاب مالته، والمسرح وقراءة القرآن، وفرقة الإنشاد البارحة عن من فرقة الإنشاد الكاظمية مال العتبة الكاظمية المقدسة. أنا موجودين. كل الفقرات إذن أنت أحييتيها، صارت ثلاث أيام تسجيل البارحة واليوم من إجيت. أي تمام. طيب هذا الموضوع مو يحتاج إنه نبقى نتمسك به؟ مثل ما قلتي أنا اليوم شفت هواي فقرات علمتني على القضية الحسينية إنه هي مختلفة ومتنوعة. هذا الشيء مو لازم نستمر به طول السنة مو فقط بمحرم؟ طبعا
لأن هو الإمام الحسين مو فقط محرم بكل مكان وبكل زمان، ولازم نتمسك بمبادئه وقضيته ونتعرف عليها أكثر. وأيد أنه واحد بكل شهر أنه يتعرف أكثر عن هذه القضية، مو يبقى عن مبدأ واحد ومقتنع به. هواية بها جوانب قضية الإمام الحسين، قضية ثقافية واجتماعية ودينية وقضية عن الظلم وهواية أمور. يعني أنا أحييك. أنت وين شنو تعملين؟ طالبة مرحلة ثانية تقنية طبية. ما شاء الله، إن شاء الله تكونين في أعلى المراتب بإن شاء الله بركات إمام الحسين. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا حبيبتي، موفقة دوما. أكيد مستمرين وياكم في تغطيتنا هذه المباشرة من أرض حديقة الأمة والمخيم الحسيني الثقافي. أنا إذا أشوف هسه مختلف الفقرات اللي موجودة، مثل صور معينة حول مواضيع معينة، مثل زيارة الأربعين سلام الله عليه الحسين. إحنا زيارتها هي مقبلة إن شاء الله، في بعد أيام قليلة تنطلق إن شاء الله من البصرة من الفاو، وتنطلق أول فوج لالتحاق بصاحب الزمان سلام الله عليه، هو أول من إن شاء الله يمشي إلى سيدي مولاي الإمام الحسين عليه السلام. هنا إذا أشوف مختلف الأشياء اللي توعي عن كيفية الزيارة، آداب الزيارة وغيرها. وأيضا من الموجود الآراء، أنه تقرأ كتاب وأيضا تنطي رأيك بكل ما طرح في هذا الكتاب. إذا نحن مستمرين وياكم، خلينا نشوف هذه الفقرة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله ما الله عليكم. أنا أجركم إن شاء الله، الله يحفظك. شنو اللي جذبكم هنا وقفتوا؟ سالفونا. شفتي هنا وجذبك؟ الأخوة الأعزاء، فتاة على الواقع الثاني. اللي جذبك هنا جد تكتب رأيك بهذا المخيم؟ من مخيم أخرى، يعني من رواد مخيم أخرى بالخجلة. عندنا يعني مثلا نقرأ كتاب مثلا. أنت قرأت كتاب هسه؟ نعم. واخذته؟ أي. شنو هذا الكتاب؟ تشيل عنه؟ هذا الجندرة بين الماضي والحاضر. الجندرة كان بالماضي هو الأنثى والذكر، أما الآن تأول إلى تأويلات أخرى والمثلية الآن هسه اللي تظهر بال. أنت أخذت هذا الكتاب للتوعية أكثر عن هذا الموضوع؟ هذا الاستفادة من هذا الكتاب. الكتاب الدكتور مصطفى إشغالتي. أي هسه تأليف هسه جديد إن شاء الله. هذا الكتاب أيضا توعي بكل الشباب من عمرك أصدقائك. إيه نعم، توعي هو سياد. حتى من تتناقش بهذا الموضوع يكون عندك خبرة، يصير عندك وعي أكثر حول هذا الموضوع، حتى ما حد يخدعك بالأفكار اللي تطرح. صحيح، نواجه الأفكار الضالة للأسف بالمجتمع. شكرا جزيلا لك أخويا، وإن شاء الله يعني هالفقرة كلش حلوة، بحيث واختار كتاب واكب ما يطرح الآن في الواقع وحتى يتثقف عليه أكثر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك بكم، عظم الله أجوركم. أنتم مشاركين هنا بالمخيم؟ إحنا اليوم على التوالي اليوم الثالث تقريبا مشاركين هنا. المخيم فكرته جدا رائعة واقعا. إحنا قبل بالـ19 شهر بالـ20 وضع غير. اليوم احنا اكو هنا فد موضوع المخيم الحسيني واسع صراحه هنا وماخذ مجاله، والشباب قاعد تتوعى، وكل المشاركين كلهم جايين بمواضيع، يعني ماكو واحد مشارك ما عنده موضوع عليهم. لا لا لا، يعني ما حد فرض عليه، ولكن اليوم هي الناس توعد، الشباب توعد واقعا. اليوم ثورة الإمام الحسين قاعد يربطوها بالحاضر، فاليوم الحاضر لازم ياخذ مجاله واقعا. يعني احنا اليوم عندنا هواي فقرات اللي نوضحها للشباب، اكو شباب ما عندهم فكرة اليوم ثورة الإمام الحسين ماخذيها بس لطم وماخذيها بس اكل، احنا لا، اليوم بها موضوع هنا بالثقافة وتوعية. نعم، الله يبارك فيك. شلون الاقبال؟ انا دا اشوف هسه دا يزيد، وفي ايضا فقرات مختلفة. احسنتي، اليوم على التوالي اليوم الثالث انا بتواجد هنا، يعني فد اقبال هسه بعد فالساعة اقل، صير جمهور جدا واسع هنا من العوائل ومن الشباب. زين، ما راح يستمر هذا اليوم اخر يوم للمباراة؟ اخر يوم نعم، اليوم هي منطيها
ثلاثة أيام. موافقة ثلاثة أيام، أتمنى أكثر. إن شاء الله إن شاء الله أكو فقرات. قبل فترة العفو كانت عيد الغدير هم سويناه هنا، لو كان إحنا أحسنتم. أحسنتم، بارك جهودكم. أكيد شكرا لكم، أكيد مستمرين وياكم أحبتي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة. في أيضا مسرح يطرح بمختلف الندوات وأيضا الكلمات والمسرحيات بمختلف المواضيع التي تطرح. أكيد مستمرين وياكم في هذه التغطية. خلي شوية ناخذ هناية أكثر أكثر. تمام، السلام عليكم، شلون الصحة؟ السلام عليكم. شوية مأجورين إن شاء الله. هنا أنا مسافر. الله لكم الأجر. مأجورين إن شاء الله. مأجورنا وأجوركم حبيبتي. تعرف عليكم؟ بان عاشور أستاذة حوزوية، أهلاً وسهلاً بك حبيبتي. أهلاً وسهلاً بكم، مأجورين إن شاء الله. تكلم شوية عن الوعي والثقافة في القضية الحسينية اليوم، وهذا هدف المخيم باعتبار. إن شاء الله. الحمد لله أشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حث الشباب، أكو اتجاه ولو إن كان بسيط، يعني تطور بسيط لكن لا بأس به خلال الشباب، وخاصة بالسنوات الأخيرة من خلال يعني المناقشات المحاضرات مع الطلبة، طلبة الجامعات خاصة عندهم حب المعرفة للقضية الحسينية، حتى أنه بعض الأسئلة اللي تطرح تكون غريبة نوعا ما. ليش يطرح عليك؟ ما أنت أستاذة جامعية؟ أنا مو أستاذة جامعية حوزوية. إن شاء الله جامعية. إن شاء الله أكثر الأسئلة تكون إنسانية، يعني إنسانية ما تكون دينية. مثلا بعض الأسئلة، هل أنه كيف يصل يزيد إلى هذه المرحلة من السفالة أو التسافل؟ كيف وصل الصبر الإمام الحسين؟ كيف ثبت هؤلاء الجنود كيف ثبت هؤلاء الجنود؟ يعني شنو الممكن أنه أنا أوفر بنفسي حتى أكون ثابت من عندهم مثلهم؟ فهكذا يعني أسئلة متداولة. تجاوبوهم أيضا بالمثال بالدليل. اليوم شبابنا يريد دليل على كلام. أكيد، وخاصة لاحظنا أنه إحنا دراستنا كعلم نفس كعلم اجتماع فادتنا أكثر من دراستنا يعني بالاتجاه الديني، لأن الاتجاه الديني عندهم أسئلة، عندهم العفو كتب اكو اجوبه لاسئلتهم، لكن الاتجاه النفسي الاجتماعي لازم تواكبين التطور اللي عندهم من خلال يعني دورات التنميه البشريه، دورات علم النفس، تواكبين التطور معاهم. والنساء، النساء شو تقدم؟ احنا تعاملنا مع النساء فقط، بس نساء. بالنسبه للاولاد فقط يعني دون مرحله المتوسطه، اغلب الاحيان دون مرحله المتوسطه. عشيتكم، الله يسلمك، ماجورين ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم، شلون صحتك؟ مأجورين؟ ها؟ مأجورين؟ مأجورين وأجوركم إن شاء الله على خير. اليوم هذا المخيم ثقافي حسيني مبارك، رأيك اليوم هذا المخيم هو ثقافي حسيني مبارك، احكي لنا عن الموجود، أنت أكيد مشارك فيه. يعني هو مثل هيك مخيمات وتعتبر أحياء نوعي لاستشهاد الإمام الحسين. اليوم الإمام الحسين ضحى من أجل الوعي، من أجل إرساء هذه الثقافة بين المجتمع، الحفاظ على ثقافة المجتمع، وهناك يعني مجموعة من التحديات واجهها اليوم المجتمع، وهذا المخيم يعتبر هو يعني قد وسيلة لهذه الأمور. شوف اليوم إحنا شبابنا محارب، شبابنا اليوم محارب، يحتاج إلى توعية أكثر. أكيد. انت شنو دورك اليوم؟ انت كشاب توعي الشباب الاصغر منك، اصدقائك ايضا. يعني واحنا دورنا كشباب بشكل عام انه يعني ننهل الثقافه من مصادرها الموثوقه من علماء الدين اهل البيت، ونحاول انه ننشرها بين الناس. هي هذا دورنا اليوم. ان شاء الله هذا الموضوع يستمر مو فقط ان شاء الله. اكيد طبعا كل الايام. أنا ممنونة منكم، شكرا جزيلا. أكيد أحبتي المشاهدين، مستمرين وياكم أم نختم؟ تمام، للأسف إحنا راح نختم اليوم آخر يوم لهذا المخيم المبارك بجهود مختلفة نشروا للوعي الحسيني الثقافي مختلفة طرق، مسرح وشعر وندوات وكتب ومختلف الأشياء الموجودة وتحتاج أكثر للاستمرار. نتمنى هذا الموضوع يستمر أكثر. شكرا للجهود اللي كانت في هذا المخيم الحسيني الثقافي المبارك. شكرا لكم للمتابعه، فتام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، والى اللقاء.